فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته؟ فليتفضل سيد الرئيس. أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية. فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. كذلك فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور كورت فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود القيمة التي بذلها ولا زال من أجل تعزيز قدرتنا على النهوض بمسؤولياتنا على أكمل وجه. سيد الرئيس، لا يفوتني في هذا اليوم إلا أن أهنئ باسم الشعب الفلسطيني 3 دول حازت على استقلالها، الوطني، وعلى عضوية هيئة الأمم المتحدة، وهي غينيا بيساو وبنغلاديش وغرينادا. وإننا نتمنى لقادة هذه الدول التوفيق والنجاح والتقدم. سيادة الرئيس، أشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك في هذه الدورة من دورات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وأشكر كل الأعضاء المحترمين في هيئة الأمم المتحدة الذين أسهموا في تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال هذه الجمعية وفي إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضية فلسطين. إنها لمناسبة هامة أن يعود بحث قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الخطوة انتصاراً للمنظمة الدولية كما هو انتصار لقضية شعبنا، لأن ذلك يشكل مؤشراً جديداً
على أن هيئة الأمم اليوم ليست هيئة الأمس، ذلك لأن عالم اليوم ليس هو عالم الأمس، فقد أصبحت هيئة الأمم اليوم تمثل 138 دولة، وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة المجموعة الدولية، ومن ثم فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسلام. وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأمر الذي أخذ يعلي مكانة هذه المنظمة، المنظمة الدولية في عيون شعبنا وعيون بقية الشعوب، ويزيد من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال، وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. السيد الرئيس، إننا نعيش في عالم يطمح للسلام وللعدل وللمساواة وللحرية، يطمح إلى أن يرى الأمم المظلومة الرازحة تحت الاستعمار والاضطهاد العنصري وهي تمارس حريتها وحقها في تقرير المصير، يطمح إلى أن يرى العلاقات الدولية بين الدول كافة تقوم على أساس المساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتأمين السيادة الوطنية والاستقلال على أساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة، يطمح لأن تصب الجهود الإنسانية على مكافحة الفقر والمجاعة والأمراض والكوارث الطبيعية، وعلى تطوير القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية للبشرية لزيادة الثروات وتضييق الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة، ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عالمي ما زال يسوده الاضطراب والظلم والاضطهاد العنصري والاستغلال، وما زال مهددا بالكوارث الاقتصادية والحروب والأزمات. ما زالت شعوب كثيرة، منها زيمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا وفلسطين وغيرها، ضحية للعدوان والقهر والبطش، وتشهد تلك المناطق من العالم صراعا مسلحا فرضته قوى الاستعمار والتمييز العنصري ظلما وإرهابا، فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له، وكان تصديها عادلا ومشروعا.